بسم الله، السلام عليكم. I saw Toscan and Diagnostics in English, not in French, as always. عندنا اليوم هذه وش قلنا، لا بومبا لويل. هذه لا بومبا لويل الجديدة، وهذه القديمة نتاع هذا اللي نبريباريو فيه، تاع خونا سامي بريباريو فيه باش نخدموه ان شاء الله، ونخدموه مع بعض على سير لي نورم ان شاء الله. ونعطيكم الاو ام اي نتاع الاخر، نتاع لانسيسر جدي، نتاع لانسيسر جدي كامل. بسم الله، عندنا اليوم بومبا لويل، هذه لي كولات الموتور، هذه لي كولات الموتور. شوف كيفاش نعرفوا بومبا لويل، هذه او حلوها من قبل خوات. تفرجت فيديو مره تاع على سمير جدي، وضح فيها خويا سمير، تحياتنا ليه، ربي يعاونهم. وضح فيه لا بومبا لويل كيفاش تكون، لكن انواع تاع لا بومبا لويل زوج، كاين بومبا لويل تاع لونسيان وتاع النوفو. تاع النوفو هاي كيفاش نخدمها لداخل، وتاع لونسيان جوست بينيوات برك، لكن تاع لونسيان خير من النوفو. تاع لونسيان خير من النوفو، تاع النوفو داروا لهم هادو يتعوجوا ويتكسروا في ساع، اذا اسمها هذه ناقصه. الاخرين بينيوات يتحملوا شوي، بنيوات يتحملوا ما يتكسروش يعني، بس هذا غير يتكسروا كيما اللي في لابومبا فيد. ها وين يجيو هنايا يعني. لا علينا، خلينا نبداو كيفاش تفسد. عندنا هنا كيفاش تفسد، هنا كيفاش الكريساج يضعف. نشوفوا هادو هما اللي يقوموا بعمليه الشفط، هادو اللي يشفطوا شوف هنا كيفاش طبقت هنايا. ها هاي باينة، هذه وين تتكى هنا تجي هنا هك. ها كيفاش تتكى، ها نخرجها شوية، هاي تبان، ها كيفاش دير، تدخل هك من بعد تجي هذه، ها كيفاش تجي هذه تجي هكا، هذه تجي هكا. شوفوا هنا وين تذبح فيها الفوق، وين تنقص لها في الاخر، تذبح فيها هنا الفوق. اذا هنا الفوق واش نلقاو واحدة الفوق، ساركل الفوق وساركل التحت، نلقاو هنايا زوز ضربات نتاعها، ها هما كي واحدة الفوق وواحدة التحت. شوف كيف نقص منها، كي ينقص هذا يعني هذا كي ينقص واش يدير، يعني يدخل شوية هكا، يدخل شوية لهيه، هو كي الدور هنايا. خلينا نحطوها نديرو اسيميلاسيون، هذه هاي تجي لتحت وتجي هذه الفوق، تكون الدور بالزيت. هاي كيفاش، هاي الاسيميلاسيون تاعها، الدور هكا. شوف كيفاش، هذه تجي هنا هكذا الدور، هاي الدور واش دير، تجبد الزيت من هنايا، الزيت من هنا، كي تفوت على هذه تشفط الزيت من هنا. درك حنايا عندنا هذه تتكل منا اللورا، واش يدير، هذه تهزي لاريير، هذه تجبد هك لاريير، كي تجبد لاريير يعني يضعف منطقة الاحتكاك هنا، منطقة الاحتكاك هنا مع وين تشفط الزيت ترجع صغيرة، يعني في تشفط في أصغر نقطة اللي هي هنا هاي، تتك عليها هكا. يصبح نظام الشفط ماهوش مليح، وكي يكون نظام الشفط ماهوش مليح واش صرا لابومبالويل، تعود لابومبالويل تهلك لك الموتور كامل. دروك نديرو لها عملية تركيب مع بعض. العموم هذه لابومبالويل رايحة، لكن هذه مليحة. عاودنا فتحنا زدنا كريسينا، هي مام جديدة تاع لازم تكريسيها. ها تلقى هنايا تقيس، تلقى خبشات، الخبشات هادو هما ينقص الديامتر بينها وبين هذه، يصبح فيه تهريب نتاع الزيت من بينها وبين الحبة هذه. كيما هنا واش نلقاو، تخبشت هنا في الشوكة، هاي وين تخبشت بزاف،
هذه دير تهريب تاع الزيت. اذا بومبا لويل كيما هذه ما تقدرش تريسكي بها وتردها، لكن نقدروا نردوها في حاله واحده، في حاله واحده فقط، هذه نخدموها بالبابي فير، بالبابي فير ف 2000 ترجع ليس كيما هكذا، ترجع ليس. لكن لازم لنا هذا جدد، لازم لنا هذا جدد، وهذا جدد منين راح تجيبهم؟ ما كانش. اذا شونجيو لا بومبا لويل مباشره. ان شاء الله هذا درس خفيف فادنا في افاده بسيطه. نرجعوا لغريسور، هذا لغريسور تاع تست نتاعهم بالفم غير هكا، تلقاها ما تدفعش مليح، تستيهم بالحبه، انا تستيتهم على العموم من قبل بالحبه، تاكد باللي ما فيهمش اوساخ، ولازم تنظفهم مليح لانه اللي ما يمشى مشاو في المحرك، هذو لازم ينظفوا مليح، هذو الداخل ينظفوا مليح دو فوا تروا فوا، دز البي هذيك اللي لداخل دزها ودير بالفليتوكس بلا بريسيون وتخرج واش كاين لداخل. ما نساوش لي بولون، لي بولون يهملهم لي ميكانيسيان بزاف، لي بولون طريقة التنظيف تاعهم لاطات نتاعهم ما كيفاش، لازم تخرج تبري كيما هكا، علاه؟ باش يتحط المفتاح تاعك يبورتي فيها اكزاكت. لي بولون تعبوا معاهم بزاف خلاص، كان لي ميكانيسيان ممكن ما يتعبش معاهم، يقول لك ردهم نورمال يعني، يقدر يردهم بصح ممكن في لحظة يلاشيلو المفتاح من الاوساخ هذيك، تكدس الاوساخ يلاشيلو المفتاح. هذه الخدمة كيفاش لازم تكون. الفيلبروكا لازم تأكد منه، تأكد منه بالتمام والكمال، لازم تأكد منه وتقيسه، لازم يكون عندك الميكرومات ولازم تقيسه، ولو خدموا التورنر لازم تأكد مرة ثانية وثالثة. هذا ان شاء الله كنا فدناكم بامور بسيطة جدا. هذا ما تنساوش نتواياج تاعو ثاني كما قلت لكم في الفيديو، نتواياج تاع هذا قبل ما تحط لي كوسيني هنا، لازم هذا يكون نظاف بزاف. هو نورمالمون نشفطوه الهواء من هنا باش يشفي، نجيب الغبار ونحطو لي كوسيني نتاعنا. ان شاء الله قريبا، ان شاء الله راح نشوفو، راح ندير لكم ورشه بروفيسيونيل كيفاش، كي راح تشوفوا كل الادوات اللي لازمه باش تطلع محرك سور لي نورم حقيقه. ان شاء الله ربي يقدرنا، وادعي لنا وادعمونا، وان شاء الله تشوفونا، ان شاء الله نفيدكم بكل ما اوتينا من علم ومن قوه، وربي يعطينا الصحه ان شاء الله، ربي يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله.